غاضب عاجز لا يكفيه الحديث، فاختصرت الدموع ما يقبض قلبه من ألم. دويت قطرات، ما يرجع النقطة الصفر، ما أقدر أشوف بعد، أقدر ما أشوف بابي، ما أشوف أمي. مسلم يعاني من مرض نادر يصيب الدماغ والكلى، هشم جسده وأجساد الكثيرين من أقرانه الحاضرين هنا، المشتكين المناشدين بالخلاص. عندي أمل أعيش، عندي أمل. عندك أمل؟ أي عندي أمل. أكمل مدرستي. عيون لطفل آخر ستودع بصرها قريبا. هدوة عنونة عطلة. شبيها عيونك؟ ما أشوف. شون؟ ما أشوف. أحلام عاجزة ودموع تذرف تحفر الأجساد المألومة، أنوار حكومية خافتة تنير وتنطفئ تعد بلا وفاء لوعودها. الأطفال المصابين بمرض من أمراض نادرة المسمى سيستينوسيس، وهو تلف أنابيب الكلى، نوع من أنواع العجز الكلوي. كردستان عتها قاعدة بيانات وعتها مجموعة من العوائل عتهم هذا المرض، ولكن يستلمون علاجهم بشكل طبيعي وحسب دفتر وبكل شهر. من بعض المسؤولين صراحة اتصلوا بينا وإحنا نحب نساعدكم، إحنا نوصل صوتكم إن شاء الله، دولة رئيس الوزراء المحترم، نوصل الممثل الإعلامي لوزارة الصحة، لكن لحد الآن صراحة ما لمسنا شيء على أرض الواقع. يعني لحد الآن صبية بعمر الألم يتبادلون حديث حزين لا يتماشى وأعمارهم بابتسامة الخلاص من الوجع. جدول الأمراض قد مزق جداول دراسية لا مكان لها في جلساتهم. باكر تكسر بعد التشوك الجدولات. مصطفى ضحية قد اقترب موعد فراقها بتوقيت المرض، يطالعونه شركاء المرض الموروث بخوف من نهاية محتومة ستطيح بأرواحهم، ولكن ثمة خلاص من هذه النهايات البائسة، علاج يسري في عروقهم وتوقيع واحد من وزير الصحة ينقذ الأطفال وذويهم، حتى وإن كان إنقاذهم بمد عمرهم للخلاص من المرض. إحنا كل شيء مريض منا بس العلاج والقطرات. بايس لما ما يجيبونا بس أنا مرة من ناشد ومن ناشد ما يطلونا علاج، حتى أخويا قبل مات. أضعفهم الشجن بعد أن اندثرت أموالهم وراحت مساكنهم وبحت أصواتهم في الاستغاثة، فهؤلاء جزء من عوائل تعاني ما يعانوه، لم تستطع غرفة من لملمة همومهم وطرحها إلى الرأي العام عليهم، يجدون ضالتهم أو إيصال معاناتهم إلى وجهتها. والله يوم يشوف أن واحد متوفي قدامي ورايح، بس شو تسوي؟ الصبر من الله يا أختي. ردت أبيع البيت والله، أراد أبوهم يتبرع لي بكلة، قالوا لي أنت هم بالمستقبل كلياتك تتعب زين، وأنا عندي طفل ثاني وهم 7 سنوات هاي يعني، والكلة هم تتعب، يعني أخسر الأول والتالي يا أختي. غسل وزرع هو حل الصحة الأيسر، فهو درب ينقذها من استيراد الترياق لعلاج المرض. لو وصل إلى مرحلة العجز الكلوي فأكو خيارين، اللي هو الغسيل الكلوي وزرع كلى، فإذا زرع كلى ممكن يعيش إلى فترة أطول. جزء من الدواء موجود هناك حيث الطابق 8 لوزارة الصحة، ما يفصله عن المرضى جرة قلم من الوزير على عقود تغاضت عنها لسعرها الباهظ، لكنها نست أو تناست أنه علاج لمئات المرضى. ضحى عنبر، الرشيد.